أجرب شي واحد. ياك ما تهوى بحال هذا. لا يا اش شنو سميتك؟ أميمة. منين أميمة؟ من كازا. كازا اها من 20 سنة. أيه أميمة من كازا 20 سنة. ما باغي دير تيست أميمة؟ شنو سميت صاحبة؟ سميت يونس من كازا. يونس من كازا اها. وشحال في عمر يونس؟ زيد 23 عنده شي 29 30. قولي لي طارق الله تحيد اللايف وركزوا معايا حيت ما كنسمع الصوت كيتعاود. شحال انت ويونس مع بعضياتكم؟ تحسبي شوية 6 سنين. اوكي اري لي النمرة ديال اليوم 06. اها يلا ما تقدريش حتى نقولها لك. اوكي ثم كل شيء بغيت ديرو تيست الخاسمين. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. الله يبارك. صافا سي يونس لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي على خير. الحمد لله نهار كبير هذا سي يونس. ما عرفتش شكون يونس بعد هذا من مدينه الدار البيضاء 26 سنه. مرحبا بك معك سي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لك سي يونس مفرش البرنامج ديالنا. عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ برنامج خطوة قبل الزواج. مرحبا بك يونس. انت حاليا راك معنا على المباشر في الراديو على اثير يوناو. جانا اتصال من عند واحد الانسه هي اللي زودت لنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لينا السي يونس بلي لا تعرفتي عليها في هذا العام ودخلتي انت وياها في علاقه حب وقطع رب. قطع لاش شنو هو الصوره؟ قال لي فيك غير كيقطع. انت خصتي 6 سنين دابا كيقطع عليك ما كيصوني عليك؟ لا لا. اوكي الو السلام عليكم. ماشي مشكل صافا كلشي مزيان؟ طيب الله يطول لي عمرك. مرحبا والف مرحبا. طيب كتسمعني بعدا دابا مزيان؟ معكم قلت لك السيون اتصلت بينا واحد البنت قالت لي راه تعرفات عليك هذا العام ودخلتي انت وياها في علاقه حب. اوكي بغات دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. هي حاليا راه معنا مباشر باش تهضر معك. مستعد قبل ما ندوزها لك ما حد المكالمه سريه باقا غير بيني وبينك. اوكي شكون هي هاد البنت اللي جات على بالك وانت كتهضر معاها؟ نعم شكون هي هاد البنت اللي جات على بالك وانت كتهضر معاها؟ غير الاسم ما ذكرش النسب. غير الاسم ما ذكرش النسب. وهذا باش نقول لك اخويا والله. تفضل سير بي عفاك عندنا بزاف المكالمات كيتسناو. جاش بالي واحد الدريه. شنو الاسم ديالها؟ الكنيه ما تقولهاش عفاك. هيا خليك معايا نشوف السيستيم. فعلا سي يونس هي اللي اتصلت بينا. قول يا سي يونس الله يكمل عليكم بالخير. شحال هذه باش تعرفتي على ايه؟ هذا السؤال كنسولوه باش نشوف واش انت مهتم بهذه العلاقه ولا لا. حيت هي قالت لنا شحال باش نتوما مع بعضياتكم. شحال هذه باش كتعرف ايه؟ اش اخويا سي محمد شي دوز الحاله. اوكي هي ما كايناش في الدار البيضاء؟ لا. فين كاينه؟ فين كاينه؟ أو خليك معايا أميمة سمعتي؟ يلا أنا ندوزو لك. أوكي يلا ما تحشميناش. سي يونس يا خويا ها
هاي أي معك. يونس هضر هاي معك. يونس قطع ما بدلتش الصوت. بلاش نعود الصوره اللي شوشي جاوب بلاش ناري عرفت. سكتي سكتي كان صوني عليه. الو سيونس خويا راه تيقطع لي التليفون بوحدو اخويا محمد. ماشي مشكل هيا معاك. الو الو ليه تعاون بشي. الحمد لله شكون اختي؟ اميمه. قلتي لي سميتك ايا. ها شنو قلت لي يونس؟ حلف 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 يا يونس حلف 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 الا قلتي حلف الا قلتي لي اميمه حلف حلف حلف. الله شحال بلاتي شحال دي باش كتعرف شحال دي باش كتعرف اميمه شحال 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 اميمه مسكناش بالله شحال شحال واسكتي انت واسكتي شحال باش كتعرف اميمه ندوز بلاصه حدا شي راه تحت دابا ما منطقه. شحال باش كتعرف اميمه شحال هضر يونس شحال باش كتعرف اميمه؟ وي كنعرف اميمه بزاف. شحال شحال تقريبا تقريبا شحال عام؟ 6 سنين 7 سنين بحال هكا ياك. 8 سنين وقلتي لي انت عامين غير سكتي ولا غلطتي؟ محمد وي سيدي سريري ياك انت سريري وي وا هذا السريري كنعرف خويا محمد الله يطول لي عمرك. دابا خويا خاصك تعرف معنا اه شحال هادي كنت غادي فهمتي الدار بحال بقاو كيبريسوني باش نتزوج وفهمتي وفرضوا عليا واحد الدريه اه وفهمتي وانا ما باغي ما باغيش خاطر دارنا وندير خاطر امي فين امي ما فين ساكنه؟ امي ما ساكنه في قازا. اه وقلتي لي دابا نواحي الرباط. لا هذيك هي خويا محمد دابا انت غير انا وياك في الاخر. اه دابا غير انا وياك في ما كتسمعش غير هذا. قلت لك اخويا محمد هذيك الدريه. واش محمد على دابا ملي قلتيها كاع حيدت الصوت ديالك كنسمعك بوحدي. دابا من الاخر بلاتي بلاتي نحيد الصوت ديالي على المباشره. واش حصلتي واش استقبلتيها باش نفكك؟ اه شنو واش حصلتي؟ وهضر وانتي سكتي سكتي وانتي سكتي سكتي شوهتينا سكتي. واش دابا انت زبلتيها باش نعرف كيفاش نصالحكم؟ نعم خويا زبلتيها. واش انت زبلتيها؟ ايوا الله هاك بينك معاها هاكا هاكا هي أميمة. واو 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 كيسمع لك هضره. دابا دابا انت باش كنتي ما حسيتي بوالو ايا سبع سنين دوزوها لك خطبوها لك والديك اش هذيك دوبا اش من فين اختارك
دابا قول لي عاد من فين. هلا واخا نعرف واخا نعرف السيده اللي كتزوج معايا. هذه صاحبتها هذه خالتها هذه خالتها عندها حق كاع اصلا كي ما عرفاش السيتياسيون كيفاش دايره السيتياسيون كيفاش دايره. خيانه ما عرفتها حتى شي السيتياسيون ما عندها حتى علاقه بالخيانه. خيانه كيفاش ما كانت ما كانتش شكون انت واخا دوزي لي امي ما دوزي لي امي اوري على الماء وتشرب الماء بالدوزيه. مش حشومة عليك يا يونس، 6 سنين مع البنت وعاير عامين. ما عندكم هاد آية ما عرفت مسكينة حتى هي شكون اللي كذب عليها وطلقها عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوا واش غادي نقول لك؟ باقا شي حاجة تقوليها؟ باقا شي حاجة تقولها؟ دابا دوزي لي أميمة. صافي شوف الو أميمة هاك يا هو هضري معاه مالك. صافي ما عندك ما تقولي ليه؟ عندك ما تقول ليها؟ ها هي اش بغيتي تقول ليها بالزربه؟ اش بغيتي تقول لها بالزربه؟ ما عمرك شتيها؟ علاش ما قلتيش؟ علاش ما قلتيش لي امي ما قلتي ايه؟ راه حيت انت دابا قلتي لي شنو هو حاجة الدري حاجة صافي يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ صافي خويا ما بقى قالت لك صافي. يلا صافي. تيمو شكرا وسمح لينا. الله ودي بلا جميل انا راه الاشارة. الله يخليك الله يخليك على راسك الله اكبر. شكرا مرحبا 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 دابا راه الدريه مع تهضر وصافي. مرحبا مسكينه بقات فيا الصبيه قسم بالله. يلا قطعوا اختي العزيزه.